الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا. يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا جدا. أنا سعيد بيكم والله العظيم. ومتشرف بيكم جدا والله. ومش عارف أشكركم إزاي. مش لا والله أنا مش عارف أشكركم كلكم إزاي. أنا شايف قدام مني شباب وشابات وأعمار مختلفة، حتى لسه كان يعني متطوع صغير جدا جدا كده بيقول لي إحنا موجودين يعني. لكن خليني أقول لكم حاجة، خليني أقول لكم حاجة مهمة أوي. خليني أقول لكم حاجة مهمة أوي. إحنا المصريين بيأكدوا كل يوم، المصريين كلهم باختلاف يعني باختلاف طبقاتهم، يعني اللي موجود قدام مني هنا شريحة من كل المجتمع المصري، رجال أعمال على القطاع الخاص على الدولة، الدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب، في وقت صعب. النهاردة أنا كان لازم أن أنا أجي أشكر وأقدر لكم كل اللي بتعملوه وكل اللي هتعملوه، ان احنا نساهم في تخفيف الازمه الكبيره اللي بتمر بيها الدنيا وبتمر بيها مصر، غلاء الاسعار، ان احنا نبقى موجودين ونلف على البيوت كلها ونخفف على الناس الاسعار ديت من خلال الاربعه ونص او الخمسه مليون كرتونه، بالاضافه ان في ناس كتير كمان بتعمل كده. انا يعني على علم بحاجات كتير بتتعمل، الهدف منها ان الناس في مصر في الايام الكريمه ديت، كل سنه وانتم طيبين، تبقى الامور كل سنه وانتم طيبين، تبقى الامور يعني. انا بصراحه مش عارف اقول لكم ايه، اشكركم ازاي واشكر مين ولا مين بصراحه، لكن انا تقديري للجميع وشكري للجميع وسلامي للجميع ودعواتي لكم كلكم بالخير والسلام. دعواتي لكم كلكم بالخير والسلام. خليني اقول لكم حاجه مهمه قوي، يعني من الحاجات الجميله جدا ادخال السرور والبهجه على الناس، اي ناس، ادخال السرور والبهجه على الناس. واتصور باللي احنا بنعمله ده بوجودكم بصرف النظر انت بتقدم ايه، لكن كفايه انك انت بتخبط على بيته وتقول له انا شايفك وانا معاك وانا حاسس بيك وبحاول اخفف عنك. فانا بشكركم جميعا وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ودايما دايما المصريين، دايما المصريين كده. متشكر جدا، متشكر متشكر متشكر، شكرا شكرا.